أهلا بك في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. سوف أشرح لك في هذا الفيديو طريقة عمل البرنامج والنتائج التي سوف تحصل عليها وكيف تتخلص من المعاناة باللغة الإنجليزية إن كانت عندك صعوبات بالقراءة، بالكتابة، بالمحادثة، بالاستماع والفهم أو بالنطق أو بأي صعوبة باللغة الإنجليزية. كيف سأأخذك من الصفر إلى الاحتراف في برنامج واحد؟ سوف أشرح لك خطوة بخطوة طريقة عمل البرنامج وكيف تنجح بإتقان اللغة الإنجليزية من خلال برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي، وسوف أطبق معك طريقة مهمة جداً تجعلك تحفظ جميع الكلمات الإنجليزية من أول مرة. هذه الطريقة مستخدمة أيضا في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. سوف تحفظ معي 3 جمل باللغة الإنجليزية لعلك لم تسمع بها من قبل، سوف تحفظها من الآن ولن تنساها إلى الأبد. هذه فقط واحدة من الطرق المستخدمة في هذا البرنامج، وهناك كثير من الطرق المستخدمة في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي الذي يجعلك تمارس اللغة الإنجليزية من أول يوم تشترك به. وأيضا سوف أريك مجموعة من النتائج من مئات المتدربين المشاركين في هذا البرنامج والنتائج التي حصلوا عليها بعد اشتراكهم في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. إذن خلونا نبدأ الآن. Let's begin. أولا خلونا الآن نعرف ما هو برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. هو عبارة عن برنامج تدريبي، الهدف منه هو أن يجعلك تمارس اللغة الإنجليزية. تمارس اللغة الإنجليزية، هذه الكلمة تمارس خلي عليها ألف خط. ليش؟ لأن أنت سوف تقوم بتمارين تمارس بها اللغة الإنجليزية وليس تعليم نظري كما هو معتاد، مع متابعة مستمرة خطوة بخطوة بطريقة ممتعة وبمدة زمنية قصيرة يوميا. كل يوم راح يكون عندنا مدة قصيرة للمتابعة، وهذا الهدف من البرنامج، يخليه ممتع وبنفس الوقت عبارة عن تمارين تمارسها حتى تتمكن من إتقان اللغة الإنجليزية من أول يوم. تمام؟ وأيضا يفضل أن تكون ساعة واحدة كل يوم لمدة 5 أيام أسبوعيا. احنا مخلين في المنهج، في الجدول، في المنصة الإلكترونية التابعة لسفيرس أكاديمي، يفضل أن تكون ساعة واحدة يوميا، ساعة كافية بتركيز عالي، بفهم عالي، بشرح للكلمات كلها وللجمل اللي تأخذها، وستقوم بتمارين عليها كتابية وأيضا تمارين قراءة، نطق، محادثة، تتدرب عليها بشكل جيد بحيث تتقن كل المعلومات التي أخذتها وتستطيع استخدامها من أول يوم. تمام؟ سوف يكون لدينا أيضا وقت للمراجعة كما سنطلع بعد قليل. أوكي؟ الاستمرارية اليومية مهمة جدا لنجاحك بإتقان الإنجليزية. يعني خلي وقت محدد يوميا، وقت قصير يعتبر اللي هو ساعة، لكن استمرارية لمدة 5 أيام راح تنطيك نتائج مذهلة. وطبعا هذا البرنامج يعتمد على بحث قمت به لمدة 4 سنوات، وضعته في كتاب واحد اسمه كتاب سر الإنجليزية بين يديك، حصل عليه آلاف المشتركين والناس مجانا قبل نشره قبل حوالي 4-5 أشهر في عام 2020 مجانا، لكن الآن سعره فقط 5 دولارات، وتذهب على 5 دولار هدية أيضا للأطفال الفقراء مباشرة، لا أخذ منها أي شيء. والهدف منه بالدرجة الأولى هو مساعدتك على إتقان الإنجليزية. طبعا هذا الكتاب سوف تحصل عليه أيضا عند اشتراكك بالبرنامج. طبعا يوم الاثنين ستأخذ حلقة ساعة واحدة تتابع تطبق التمارين، وسأكون في متابعة شخصية معك، سوف أشرح لك أيضا طريقة المتابعة بعد قليل. يوم الثلاثاء درس جديد، تمارين جديدة أيضا. يوم الأربعاء سوف تقوم بمراجعة دروس يوم الاثنين كاملة، هنا تراجعها بالتسلسل، تستفيد من عدها، تحفظ الكلمات الجديدة بالإعادة إفادة وبالتكرار ترسخ المعلومات أكثر. فأنت درس يوم الاثنين راح تقوم بمراجعته بشكل كامل يوم الأربعاء، وأيضا عندك يوم الخميس سوف تقوم بمراجعة درس يوم الثلاثاء. وهذه الطريقة طريقة مدروسة ومهمة جدا للحفظ وسرعة الذاكرة وأيضا للتمارين التي سوف تحصل عليها، تجعلك تستخدم الكلمات وتحفظها كتابة ولفظا. تمام؟ يوم الجمعة أو السبت أو الأحد، يعني نهاية العطلة، نهاية الأسبوع عفوا، ستكون مخصصة لإرسال التمارين الكتابية لي وإرسال المقاطع الصوتية أيضا، سأقوم بالإطلاع عليها، تصحيحها، توجيهك، إعطائك الأشياء المناسبة لك، الملاحظات الخاصة بيك، الشيء اللي أنت ضعيف بيه تقوي، الشيء اللي أنت قوي بيه تستمر عليه، وأنطيك برنامج خاص بيك حتى أنت تتطور بالمستوى اللي أنت يناسبك. تمام؟ فنهاية الأسبوع راح يكون مخصص لنا أنا وأنت للتواصل أيضا حول دروس الأسبوع نفسه. أوكي؟ أما الآن خلينا ندخل على منهج
البرنامج بالتسلسل. سوف أشرح لك منهج البرنامج من البداية. أنت الآن في هذا المكان لعل تكون محبط، محتار، عندك فترة طويلة تعلمت لغة إنجليزية لكن بدون أي فائدة من وضعك الحالي. وضعك إذا كنت من الصفر، كنت متوسط، عندك أي معاناة باللغة الإنجليزية، أنت تكون في هذا المكان حاليا. راح أشرح لك الآن كيف سوف أتابع معك وأخذك من الصفر إلى الاحتراف في هذا البرنامج. Start، البداية. نبدأ في 6 أسابيع مخصصة للقراءة. سوف نرفع مستوى اللفظ، سوف نتقن القراءة بشكل عالي جدا خلال هذه 6 أسابيع. طبعا التمارين القراءة سوف يكون بالدرجة الأولى التركيز على النطق، لكن تتضمن أيضا الكتابة، تتضمن أيضا شروحات كثيرة مثل قواعد بسيطة وأمور أخرى كثيرة سوف تساعدك في تطوير لغتك الإنجليزية. احنا نقول التكثيف كله في هذه 6 أسابيع الأولى مخصصة بالدرجة الأولى للقراءة. راح نحسن الخط، خط الإنجليزي، ونحسن اللفظ، ونزيد من مستوى قراءتك، ترتقي بالقراءة بشكل عالي جدا وبفهمك للنصوص الإنجليزية في هذه 6 أسابيع الأولى. إن كنت في المستوى المبتدئ أو المتوسط سوف تبدأ في نفس المنهج في القراءة، تمام؟ بعدها تنتقل، يكون عندك أسبوع مخصص للاختبار بعد 6 أسابيع القراءة، أسبوع اختبار للقراءة، تختبر معلوماتك، الأشياء اللي حصلت عليها، التمارين اللي استفادت من عدها، كلها خلال أسبوع واحد راح نسوي اختبار شامل لجميع القدرات اللي سويتها في هذا 6 أسابيع الأولى. بعد الاختبار ننتقل إلى الرايتينج اللي هو فصل الكتابة، أيضا 6 أسابيع سوف نتدرب على الكثير من النصوص، كتابة إيميلات، كتابة بلوجز، مقالات، كتابة رسائل قصيرة، كتابة جمل، تعبير، كل ما يتعلق بالكتابة راح نأخذه أيضا في هذا الفصل. طبعا التركيز كما قلت أيضا يكون على الكتابة، لكن بنفس الوقت راح نتدرب على المحادثة، راح نتدرب على النطق الصحيح، على القراءة، على التعامل مع النصوص المختلفة باللغة الإنجليزية. سوف نزيد من كمية كبيرة من المفردات أيضا الجديدة اللي راح تمر عليها، راح نأخذ مجموعة كبيرة جدا أيضا من الأفعال الإنجليزية وكيف نستخدمها في جمل بصياغتها المختلفة إن كانت بالماضي أو بالمضارع، وراح نتدرب على كيفية استخدام الأفعال الإنجليزية بشكل صحيح وشكل مدروس أيضا ومميز. إذن 6 أسابيع للرايتينج، بعدها نروح نسوي تيست اختبار، بعد هذا الاختبار ننتقل إلى listening، إلى الاستماع والإصغاء، وأيضا إلى فهم المعلومات اللي نستمع لها. راح ندخل إلى تمارين صوتية كثيرة، راح نأخذ مقاطع أفلام كثيرة أيضا نتدرب عليها ونبدأ نفهمها في خلال هذه 6 أسابيع في منهج أيضا مميز جدا يخليك تمارس هذه المعلومات اللي تعلمتها. طبعا أعيد بسرعة، أنت مريت على الريدينج أول شيء، بعدين على الرايتينج، بعدين على الليسنينج، بهذه الحالة أنت ارتقيت بشكل كبير باللغة الإنجليزية، وأنا سوف أكون في متابعة شخصية معك خطوة بخطوة من أول يوم تدخل بي إلى أن تصل إلى الاحترافية إن شاء الله في هذا البرنامج. بعد الليسنينج أيضا تسوي تيست، تختبر، تسوي اختبار لمدة أسبوع، بعد هذا الاختبار تنتقل إلى سبيكينج. هنا بالسبيكينج راح تكون أيضا مجهز الآن إلى الحوارات الكتابية، التحدث، النطق، كل الأشياء اللي تعلمتها في البرنامج. أنت كما تلاحظ هنا الريدينج عندنا 2 input اللي هو reading and listening. أوكي، reading and listening هذا input، معلومات تدخل في ذهننا وتخرج من خلال writing and speaking. أوكي، فأنت تقرأ حتى تقدر تكتب، تستمع حتى تقدر تتحدث، وبهذه الطريقة ندمج جميع المهارات اللي نحتاجها باللغة الإنجليزية حتى نصل إلى مستوى عالي جدا في اللغة الإنجليزية بالمنهج وبالهدف اللي احنا نريده. طبعا بالمنتصف راح يكون عندنا أيضا grammar, pronunciation, vocabulary، كل هاي الأشياء راح نأخذها داخل هذه الفصول الأربعة اللي هو reading, writing, listening and speaking. بينات راح تتخللهم كل هذه المعلومات، احنا ما راح نركز مثل الطرق التقليدية القديمة اللي تستهلكنا وتاخذ كثير من وقتنا، ما راح ندخل بيها ونخصص كثير من الوقت إلى الجرامر وبعدها نلقى روحنا ناسيها، أو نأخذ كلمة 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 مثل هاي الطرق التقليدية مثل word list، قائمة كلمات، هذه الطرق المملة كلها راح نتركها،
راح نركز على طريقة تدريبية في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي التي تجعلك تمارس اللغة الإنجليزية من أول يوم إلى أن تصل إلى هدفك إن شاء الله، وتكون سعيد وراضي وتكون واحد من الفائزين ومن مئات المشتركين حول العالم المنضمين إلى هذا البرنامج. ستحصل أيضا على شهادة تقديرية من أكاديمية السفير بعد انتهائك من هذا البرنامج. سوف نجري أيضا اختبار شامل وتنتقل إلى المستوى العالي باللغة الإنجليزية إن شاء الله. طيب خلينا نروح الآن إلى التدريب الشخصي. كيف يتم التدريب الشخصي؟ شرحت لك الدروس، شرحت لك التمارين. سوف أكون في تواصل شخصي معك عبر طريقتين، عبر الواتساب وعبر الزوم. أيضا أنت هنا جالس تطبق التمارين وأنا هنا لمتابعتك، أصحح لك، أوجهك، ترسل لي النصوص الكتابية والتمارين وأنا أطلع عليها وأجيبك وأصحح لك أيضا من خلال رسائل صوتية. أنت سوف ترسل أيضا لي رسائل صوتية ونتواصل معا حتى تصل إلى هدفك خطوة بخطوة. في برنامج الواتساب سوف نكون في تواصل شخصي أنا وأنت بشكل مستمر. طبعا بالواتساب سوف نكون تشات رايتنج، راح تتدرب على الكتابة باللغة الإنجليزية وأنا سوف أجيبك أيضا باللغة الإنجليزية. عندك فويس مسج فقط أنا أستمع لها وأقوم بحذفها بعد انتهاء المحادثات. عندك تمارين راح أطلب منك تطبقها وترسل ليها، راح تكسر حاجز الخوف عندك إذا عندك خوف من التحدث، وأيضا راح تسوي لك فرصة أنه أنت تطبق المعلومات اللي عندك، فرصة كبيرة جدا أنه أنت ترسل ليها إذا عندك قراءة خطأ أو عندك قراءة غير صحيحة أصحح لك إياها حتى تتطور بالنطق وبالكتابة وكل المهارات اللي تحتاجها. راح نرسل بعض documents and files بالواتساب إذا احتاج الآن. طبعا pictures للصور، بعض التمارين، بعض الأشياء أنا أرسلها إليك وأنت ترسلها لي، فيديوهات، بعض المقاطع، الفيديوهات اللي تحتاجها غير المنهج الموجود في المنصة الإلكترونية الموجود طبعا اللي راح نتبعه أنا وأنت خطوة بخطوة. أوكي، أسئلة وأجوبة بشكل مستمر. إذا عندك أي سؤال سوف تتواصل معي عبر الواتساب حتى أجيبك عن الأسئلة. عندك كلمات تواجه صعوبة في قراءتها تكتب لي على شكل قائمة وأنا أقرأها لك وتتدرب عليها وترسل لي إياها حتى أضمن أنه أنت فعلا تطورت باللغة الإنجليزية وأتابعك خطوة بخطوة. طبعا عندنا برنامج الزوم أيضا، حلقات أسبوعية راح نقعد ونسوي نقاشات، سوي محادثات في مجموعات صغيرة، نتدرب على اللغة الإنجليزية. كل المشتركين إذا كانوا بالمبتدئ سيكون مستوى مبتدئ، فلهذا أنت راح يكون نفس المستوى اللي أنت به، الكل يتساعدون، الكل يدرسون بنظام واحد بطريقة واحدة. راح نتدرب على القراءة، على النطق أيضا، وعلى المحادثة، ونجرب أن نتحدث في برنامج الزوم. أسئلة وأجوبة أيضا، عندنا فايلات نرفقها أيضا لكل حلقة ودايلوج، عندنا حوارات راح أيضا نجرب بين شخصين، وعندنا recorded lectures، كل الحلقات ستكون مسجلة وتحفظ أيضا في المنصة الإلكترونية سفيرس أكاديمي اللي هي خاصة في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. إذن كل الحلقات موجودة مسجلة في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي، وهناك أسئلة أيضا، وعندنا مدربين أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ينضمون معنا ويساعدونا في التعلم باللغة الإنجليزية، وأنا شخصيا سأكون معك إن شاء الله وأتابعك خطوة بخطوة. ولدينا مدربات بالنسبة للنساء اللي يريدن، فقط مدربات بإمكانهم الحصول على مدربة خاصة تدربهم باللغة الإنجليزية. أوكي، سوف تصل إلى هدفك اللي أنت تبحث عنه إن شاء الله the end في النهاية، وتكون واحد من مئات المشاركين في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. وسوف أريك بعد قليل النتائج التي حصل عليها الكثير من المتدربين والمشاركين في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي بعد انضمامهم لنا والاستفادة من هذا البرنامج المميز الذي يختلف عن جميع الدورات التقليدية. فهو برنامج تدريبي يجعلك تمارس اللغة الإنجليزية وليس تدرسها بشكل نظري بشكل تقليدي كما هو معتاد، سأجعلك تمارس اللغة الإنجليزية وتتدرب عليها بالشكل الصحيح إن شاء الله في برنامج واحد فقط. أما الآن خلونا نشوف آراء المشتركين في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي، وبعدها نروح إلى التحدي الإنجليزي. هذه فقط بعض من مئات الآراء والتعليقات في برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي والنتائج التي حصل عليها المشتركين، خلي نشوفها سويا أنا وأنت. طيب عندنا الأول، أفضل مدرب اللغة الإنجليزية لن أرى أستاذ مثلك فخر العرب الأستاذ حسين الغالبي، أشكرك جزيلا على ما وصلته بفضلك، أشكر الله الذي جعلك سبب في تعليم اللغة الإنجليزية، كنت تائه وضائع كيف أتعلم
ومن بعدها بكيت لأنني كنت لا أستطيع التحدث مع البريطانيين لكوني أعيش في بريطانيا منذ عامين. ثم الله استجاب لدعائي وشاهد قناتك، ومن هنا بدأت تطورتي باللغة الإنجليزية. أصبح لدي ثقة كيف أتحدث مع الآخرين بفضل الله وفضل كلماتك المحفزة التي أرسلتها لي. لن أنسى فضلك أستاذ حسين الغالبي. أتمنى أن تصل قناتك إلى 10 مليون مشترك. أتعجب الأساتذة البريطانيين يقولون لي كيف تطورت بهذه السرعة. أقول لهم هذا بفضل الله ثم بفضل الصدفة التي عرفتني على أستاذ يعيش في السويد، أحد الأبطال الذي يساعد كل إنسان يرغب في التعلم. أشكرك أستاذ حسين الغالبي وأنا مستمر معك للنهاية. شكرا لك وتحية طيبة لك أخ رأفة أبو أمير، وأتمنى لك التوفيق. نشوف التعليق الثاني. أنا أشعر بتطور ورغبة من أول أسبوع، شكرا جدا، واثق كل الثقة بفك هذه العقدة معك. شكرا وكل الشكر على الثقة وصيغة التدريب اللي بتوصلها لنا. الأخ عبد الرحمن تحية طيبة لك. عندنا رأي آخر هنا أيضا. شكرا لك أستاذ حسين الغالبي على مساعدتي بإتقان اللغة الإنجليزية. قراءتي وكتابتي المحادثة بالإنجليزية أصبحت أكثر من رائعة. كل أصدقائي وأهلي تفاجأوا بمستواي العالي الآن. كل هذا بفضل الله وبرنامجك ومتابعتك معي المستمرة. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول عندما يتحدث شخص أفهم معظم الكلام. أنا أشعر بتحسن كبير والحمد لله بفضل الله أنه أنت مدربنا العظيم. دائما أشكر الله لأنه سخر لنا مدرب عظيم مثلك يزرع فينا الثقة والمثابرة قبل التعلم. كل الشكر يا مدربنا الغالي، ولك الشكر أيضا أخ عبد الرحمن ولجميع المتابعين. أيضا نشوف بعد آراء أخرى. الحمد لله أستاذي، أنا أرى فرق كبير في لغتي، أستطيع القراءة بسهولة وأكتب بفضل أفضل بكثير من قبل. فعلا خلال 5 أسابيع تطورت لغتي بسرعة بدون أن أشعر. برنامج جميل وممتع جدا، وأنا متحمس جدا لأنك تابعني كل يوم وتوجهني، وأنا مستمر معك للنهاية. رأي آخر. Thanks Allah. أنا مشتركة في البرنامج لكن الذهبي، والأمانة الشيء اللي قدم الأستاذ يستحق المبلغ وزيادة، ويتابع خطوة بخطوة. حقيقة المجهود اللي قدم الأستاذ جدا كبير. الله يجازيه خير، والله يجازيك خير أيضا على اشتراك بالبرنامج، وأتمنى لك التوفيق يا رب. طيب رأي آخر. شكرا لأنك تعمل خطوة بخطوة، أشعر بالتشجيع دائما لما تصحح لي اللفظ والقراءة. شكرا بارك الله فيك أستاذ على هذا المجهود. رأي آخر. أسلوبك أعجبني فعلا، لأن بحياتي لم أجد أستاذ مثلك يجعلني أحب الدرس وأحل واجباتي، وأنا متحمس وإن شاء الله سوف أصل المستوى الذي أريده معك. أنا أدرس مع أساتذة بريطاني لكن أسلوبك أفضل بكثير. فعلا أنت فخر العرب لأنك أستاذ بمعنى الكلمة. شكرا جزيلا لك أخ رأفته لجميع المشتركين. شوف رأي آخر. كورس ممتاز جدا وقليل ما نرى مثله. هذه المباراة. بارك الله فيك وبجهودك الجبارة لمساعدة الغير لله. الله يحفظك ويكثر من أمثالك. شكرا لكم جزيلا. طيب عندنا أيضا الأخ عماد. قبل هذا البرنامج كنت قد استسلمت من تعلم الإنجليزية، كان شعوري فظيع، لكن بعد تجربتي لهذا السر الذي علمتني به تغيرت حياتي تماما، وأنا بحمد الله أجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتغير مستواي، تغيرت حياتي تماما. شكرا لك أستاذ العزيز. وهو يطلب أيضا منكم إذا تريدون عندكم أي سؤال بإمكانكم مراسلته. وهنا الأخت هدى، أيضا هدى عادل من السعودية. كان حلمي أن أتعلم اللغة الإنجليزية لأتمكن من دراسة في الولايات المتحدة. حاولت الدراسة بطرق مختلفة لكن كنت كل مرة أشعر بضياع وقتي وعمري دون نتيجة، لكن الحمد لله بعد عمر 10 أشهر تمكنت من إتقان الإنجليش من خلال استمرار بالتدريب في مؤسسة سفير سكادمي مع الأستاذ حسين الغالبي. طيب وتنصحكم أيضا، أنصحكم بتوفير الوقت والتعب والبدء فورا بتعلم الإنجليز بهذه الطريقة المميزة. عندنا أيضا شكر ثاني من الأخ محمود. شكرا لك أخ محمود أيضا على هذا الكلام. أولا الشكر الجزيل لك من القلب أستاذ حسين. الحمد لله من الأسبوع الأول بدأ التغيير في كثير من الأمور، منها اللفظ وحفظ الكلمات الجديدة والتدريب على كتابتها، والأهم كسر حاجز الخوف والرهبة من اللغة الإنجليزية بشكل عام. الفضل الله ثم لك على التشجيع وطريقتك الرائعة. طيب هذه بعض الآراء اللي كانت عندنا. فأتمنى أنه أنتم أيضا تجربون هذا البرنامج حتى تستفادوا من عنده. الآن خلونا نروح ننتقل إلى التحدي اللي راح أخليكم تحفظون الجمل من أول مرة في هذه العينة البسيطة والتمرين البسيط الموجود من البرنامج الكبير، برنامج مدرب الإنجليز الشخصي. خلونا ندخل على هذا التحدي الآن. تحدي الإنجليز سأجعلك تحفظ من أول مرة. أوكي. If you don't use it you lose it. أوكي. خلي هالكلمة ببالك. If you don't use it you lose it. الآن راح أخليك تحفظها من أول مرة. If you don't use it
you lose it. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. معناها الشيء اللي ما تستخدمه تنساه أو تخسره. أوكي؟ الشيء اللي ما تستخدمه تنساه أو تخسره. مثل عندنا language مثل لغة أو health الصحة. إذا ما تلعب رياضة تفقد صحتك. إذا ما تمارس اللغة تخسرها. أو إذا تدرس دراسة معينة وتحصل على شهادة لكن ما تمارس بها راح تخسر المهارات اللي عندك. If you don't use it, you lose it. اللي أريده منك الآن شو تسوي حتى تحفظ هذه من أول مرة؟ أول شيء حضر كراسة وقلم، اكتب هذه الجملة في كراسك الآن. أي ورقة عندك أخذ الورقة وقلم وابدأ بكتابة هذه الجملة. If you don't use it، إذا أنت ما تستخدمها، if you don't use it you lose it، انت تخسرها. اذا ما تستخدمه تخسره. اوكي، اول شيء اكتب الجمله في كراسك الان. طيب عندك وقت، بامكانك ايقاف الفيديو احضار كراس وبدايه تبدا بالكتابه. مثل هذه مثلا ورقه يجوز حتى تكفي. تكتب هنا if you don't use it you lose it. بعد أن كتبتها أريد منك ترسم صورة لشيء أنت تخيله وياي، شنو الشيء اللي إذا ما تستخدمه تخسره؟ انطي أمثلة، فكر وياي، شيء إذا ما تستخدمه تخسره، ما هو؟ نفترض إنه أنت اختاريت اللغة، نفترض اختاريت اللغة، اكتب اللغة، هاي الجملة كتبتها، if you don't use it you lose it، جواها اكتب اللغة أو English، okay؟ The English language، الإنجليزية. بعدها ارسم صورة، انت مكتبت الاسمها، ارسم صورة للغة الانجليزية، مثلا علم بريطانيا، علم امريكا، اي علم من اعلام الدول اللي تتحدث اللغة الانجليزية، ارسمه. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. Okay? If you don't use it, you lose it. اقرأها معي. If you don't use it, you lose it. Okay. If you don't use it, اللغة الإنجليزية, you lose it. تخسرها. If you don't use it, تنساها. If you don't use it, you lose it. تخسرها. تنساها. Okay. فأريد منك الآن بعد أن كتبتها, بعد أن رسمت على مثل لدولة من الدول اللي تحدث اللغة الإنجليزية, الآن خلينا نقرأها أنا وأنت 5 مرات بصوت عالي, صوت مرتفع حتى نحفظها. كتبناها, عرفنا الاسبيل مالتها. If you don't use it, you lose it. كم كلمة؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you don't use it, you lose it. خلنا نقرأها الآن 5 مرات أنا وأنت بصوت عالي. Let's begin. If you don't use it, you lose it. 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 Okay? راح أسوي لك اختبار بالنهاية وأعرف إنه أنت حفظتها لو لا. If you don't use it, شي يصير؟ You lose it. Exactly. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. If you don't use it, you lose it. اللغة الإنجليزية. If you don't use it, you lose it. Okay? اتفقنا؟ خلي نروح للجملة الثانية. أما الجملة الثانية, if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. طيب ماذا تفعل الأفعى هنا؟ خلينا نعرف. تخيل إنه أنت ما تحب الأفاعي. تخيل إنه أنت الآن ما تحب الأفاعي. Okay. If you don't like something, إذا أنت ما تحب الأفاعي. If you don't like something, إذا أنت شيء ما تحبه. Okay. Change it. غيره. إذا أنت شيء ما تحبه غيره. If you don't like something, مثلا نفترض الأفاعي, change it. Change it. غيره. لكن أنت بحالة ما تقدر تغير الأفعى, فماذا تفعل؟ If you can't change it, إذا أنت ما تقدر تغير هذا الشيء, change your attitude. شو تسوي change your attitude؟ غير تصرفك, غير سلوكك, ابتعد عن الأفاعي مثلا, أو جيب دواء مال الأفاعي خلي جنب البيت أو حول البيت حتى يبتعد عنك الأفاعي, أو ابتعد على أماكن بها أفاعي. إذا غيرت your attitude, you change your attitude. If you don't like something, مثلا أفاعي, change it, ما تقدر تغيرها. If you can't change it, change your attitude. Okay. فاللي أريده منك الآن هي تكتب هاي الجملة كراسك. If you don't like something, if you don't, مثل ما مكتوب هنا أمامك, if you don't like something, change it, نقطة. If you don't like something, change it, نقطة. If you can't change it, change your attitude, غير تصرفك, سلوكك, change your attitude, ابتعد عنها,
اوكي. بعدها اريد ترسم افعى وتكتب كلمه افعى جنب هذه الجمله اللي كتبتها. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. اوكي. بعد ان كتبت الجمله الان بكل راسك ورسمت صوره لها, If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. رسمت صورة كتبت الجملة عفوا رسمت صورة كتبت كلمة أفعى. الآن خلينا نكررها 5 مرات أنا وأنت هذه الجملة, وراح أخليك تحفظها من أول مرة وأسوي لك اختبار حتى تثبت لنفسك أنه أنت فعلا حفظتها. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. خلينا نقرأها 5 مرات أنا وأنت الآن. أوكي. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. نقرأ مرة ثانية. If you don't like something change it, if you can't change it عفوا change your attitude. الآن تخيل وياي الأفعى. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. نروح مرة رابعة نقرأها. تخيل معي الأفعى. If you don't like something, أنا ما أحب الأفعى. If you don't like something change it, غيرها, ما أقدر أغير الأفعى. If you can't change it, وهذه الحالة أنت you can't change it, change your attitude, غير سلوكك وابتعد عنها. أوكي. المرة الخامسة. If you don't like something change it, غيره. If you can't change it, إذا ما تقدر تغيره change your attitude, غير تصرفك. أوكي. نقرأها مرة أخيرة أنا وأنت. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. اتفقنا؟ كتبناها, رسمنا صورة, كتبنا اسمها, كررناها 5 مرات. If you don't like something change it, if you can't change it change your attitude. Perfect. خل نروح إلى الجملة الأخيرة, راح نحفظها أيضا من أول مرة ونسوي اختبار بعدها. Okay, try to be a rainbow in someone's cloud. Try to be a rainbow in someone's cloud. معناها حاول أن تكون قوس السماء أو قوس الألوان في حياة, في غيمة شخص ما. غيمة شخص ما يعني بحياة شخص ما, معنى رمزي بيها. أوكي. فاللي أريده منك الآن تكتب الجملة في كراسك. اكتب try to be a rainbow in someone's cloud. rainbow اللي هو هذا قوس السماء, قوس السماء, someone's شخص ما, cloud غيمة, cloud هاي cloud الموجودة هنا. try حاول to be أن تكون a rainbow قوس السماء in someone's cloud, حاول أن تكون غيمة في سماء شخص ما. اوكي. تخيل بشخص, تخيل انت شخص الان تحب تكون انت رينبو, تكون فد لون بحياته, تكون فد شمس بحياته, تكون شيء مضيء بحياته, تسوي له شيء تسعده. اوكي. تخيل اي شخص انت الان, اكتب الجمله بكل راسك. try to be a rainbow in someone's cloud, try to be a rainbow in someone's cloud, try to be a rainbow in someone's cloud. اكتبها, اكتبها بكل راسك. اوكي. وجنبها ارسم صوره هذا الشخص او اكتب اسمه جنب هذه الجملة. الشخص اللي انت ما عندك شخص, ارسم غيمة او قوس الالوان جنب هذه الجملة. try to be a rainbow in someone's cloud. اوكي. سمت الان صورة جنب الجملة بعد ان كتبتها او كتبت اسم شخص. try to be a rainbow in someone's cloud, try to be a rainbow in someone's cloud. خلنا نقرأها الان انا وانت بصوت عالي. اوكي. حاول ان تنظر الى الكراس اللي انت كتبت بيه, للكتابة اللي انت كاتبه وتقرأ. اوكي. يلا نبدي. رقم 1, try to be a rainbow in someone's cloud. مرة ثانية, try to be a rainbow in someone's cloud, try to be a rainbow in someone's cloud. خلصنا. مرة ثالثة, مرة رابعة, try to be a rainbow in someone's cloud. مرة خامسة, try to be a rainbow in someone's cloud, try to be a rainbow in someone's cloud. حاول أن تكون غيمة, عفوا قوس الألوان في غيمة شخص ما. try to be a rainbow in someone's cloud. الآن خلينا نسوي مراجعة سريعة اللي أخذنا حتى بعدها نسوي اختبار. أوكي. يلا نمشي بسرعة 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 بسرعة.
أوعدنا التحدي يقول if you don't use it you lose it. if you don't use it شنو؟ you lose it. إذا ما تستخدم اللغة تخسرها. if you don't use it you lose it. okay. الجملة الثانية كانت if you don't like something change it. if you can't change it change your attitude. if you don't like something إذا ما تحب الأفاعي مثلا نفترض change it غيرها. if you can't change it إذا ما تقدر تغيرها change your attitude غير سلوكك. الروح البعدة كانت عندنا جملة try to be a rainbow in someone's cloud. حاول أن تكون قوس الألوان في غيمة شخص ما. try to be a rainbow in someone's cloud. خلنا نروح للتحدي الآن وأريد منك بالاختبار تكتب لي جملة متعلقة باللانجوج. أوكي شنو كانت بدايتها؟ if you don't صحيح إذا أنت don't use it شي يصير؟ اكتبها بالكراس لكن الكراس اقلب الصفحة طبعا حتى ما تشوف الكتابة اللي أنت كانت عندك. أوكي المتعلق باللانجوج مثلا أخذنا مثال عليها لانجوج اللي اللغة مثلا if you don't use it you exactly you lose it. أنت تخسرها. if you don't use it you lose it. if you don't use it you lose it. اكتبها الآن. if you don't use it you lose it. if you don't use it you lose it. اللغة if you don't use it you lose it. the language if you don't use it you lose it. اتفقنا؟ الآن بعد إن كتبتها أريد منك أروح للبعدها الأفعى. كانت عندنا جملة على الأفعى. ما تحب الأفاعي أنت فأنت شو تسوي؟ you change your attitude exactly. okay. فتبدأ الجملة كانت if you don't like something إذا أنت ما تحب شيء change it exactly. نقطة كانت بعدها بعد النقطة if you can't change it إذا أنت ما تقدر تغير الأفعى شو تسوي؟ change your attitude exactly. غير سلوكك غير أسلوبك. تمام نعيد هالجملة if you don't like something change it. if you can't change it change your attitude. ارتبطت بالأفعى فهمناها. نروح لبعدها عندنا كانت cloud عندنا rainbow بها الجملة كانت تبدي بtry try حاول try to be exactly what a rainbow in someone's cloud. صحيح try to be a rainbow in someone's cloud. تخيل هذه قوس السماء وتخيل الغيمة أيضا try to be a rainbow in someone's cloud. try to be a rainbow in someone's cloud. ممتاز الآن أنت بعد إن كتبتهن أريد كل واحدة من عندك تكررها 5 مرات لوحدك باللفظ الصحيح حتى تحفظهن. وهذه كانت طريقة واحدة وتحدي واحد وأنا متأكد هذه الجمل لن تنساها طول حياتك. أي مكان راح تشوفها راح تفهمها. أي مكان راح تسمعها راح تفهمها مباشرة هذه الجمل. أوكي وراح تقدر تستخدمهن أيضا باللفظ الصحيح بالكتاب الصحيح. هذه كانت عينة صغيرة من برنامج المدرب الإنجليزي الشخصي. هو برنامج شامل لجميع المهارات من الصفر إلى الاحتراف. فأتمنى منك الانضمام في هذا البرنامج والاستفادة من هذا البرنامج وتكون واحد من المجموعة الكبيرة المنضمين إن في هذا البرنامج مئات المتدربين من جميع دول العالم. ونكون إن شاء الله في مساعدة شخصية معك حتى تصل إلى هدفك في الحياة. شكرا لك على متابعة هذا الفيديو. بإمكانك التواصل معنا الآن عبر الإنستغرام أو عبر الواتساب وسوف نساعدك في التسجيل في البرنامج إن شاء الله حتى تبدأ رحلتك بتعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح from zero to hero من الصفر إلى الاحتراف في منهج واحد في برنامج واحد ثابت إن شاء الله وتصل إلى أهدافك بالحياة. شكرا لك على وقتك الثمين. ألقاك قريبا إلى اللقاء.